خليني اقول لحضراتكم ان الاهلي بينعي الطفل ريان. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه المختلفه ينعون ببالغ الحزن والاسى الطفل ريان الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الكريمة وذوي الصبر والسلوان. ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا دي كانت تعزية النادي الأهلي للطفل ريان.